صباح الخير. اهدى كله ايه النشاط ده كله؟ انت رجعتي زي زمان ولا ايه؟ اه يا ستي خلاص قررت ان من هنا ورايح اشوف شغلي اللي كنت مطنشاه عشان علي بيه. لا وكمان ايه بيتمقلس عليا عشان سبقني في الترقيات، وايه عايزني اقعد له جاريه في البيت، وانا كنت فاكره نفسي ان هعيش سندريلا بلا خيبه. حصلتش حتى سنو وايت. لا سنو وايت ايه ده، انا ما حصلتش قزمه من الاقزام السبعه. ما هو يا حبيبتي انت اللي ما بتسمعيش كلامي، 100 مره قلت لك سيبك من عالم ديزني اللي انت عايشه فيه ده وانزلي للارض الواقع. يا حبيبتي الست ملهاش في الدنيا غير حاجتين، شغلها والشيف الشربيني. يا دي الشيف الشربيني، يا دي الشيف الشربيني اللي اكل دماغك يا كاميليا. يا صحيح انت كنت فين من الصبح وسايبه شغل؟ كنت في المطبعه بس اتاخرت شويه. ايه ده؟ الساعه 10 ونص والمحروس جوزك لسه ما جاش؟ لا بقول لك ايه، هو حر انا ماليش دعوه، انا عملت اللي عليا. انت حرين انا مالي. لا بصراحه عملت اللي عليكي وزياده. ازيك يا كوكو؟ صباح الخير. ازيك يا كاميليا؟ بتخزوقيني يا كاميليا؟ انا خزوقك وانا مالي؟ انا كنت في المطبعه ولسه جايه، حتى اسال انجي كانت قاعده لوحدها. اهي صاحبتك اعترفت عليكي من اول قلم. انا عايز اعرف بقى مين اللي سالوا رئيس التحرير على موضوع انفلونزا الطيور وقال له ان انا لسه ما خلصتهوش. هو انت لسه ما خلصتوش يا حبيبي؟ تخيلي، اصل خير اللهم اجعله خير سأل عليا في المنام، وولاد الحرام الوحشين قالوا له ان انا نايم ولا على بالي. لا شوف، هو سؤال رئيس التحرير في المنام نصرة والله اعلم. انت بتهزري يا هانم؟ اهدى. لا وايه النهارده تقولي لي مش هتعيشني زي السندريلات؟ هي دي عمايل سندريلات؟ معلش يا سلام، هي كانت عمايلك دي يعني اللي عمايل برنسات؟ ده الامير الضفدع كان بيعمل الاميره احسن من كده، وهو يا حيالله ضفدع. طب ورحمه امي يا انت؟ ورحمه امي اللي ما كانت راضيه اتجوز المهببه دي، لا عايشه عيشه السندريلا من اولها، من ايام ما كانت مرات ابوها مطلعه عين اللي خلفوها. يا جماعه عيب، ما صحش اللي انتوا بتعملوه ده، ما تخلوش الكرتون يعمل فيكوا كده. لا استني يا كوكو، علشان علي بيه فاكر ان السندريلا مش ممكن يطلع من جواها الساحره الشريره. لا، لما السندريلا تتكبت ممكن تتحول لغوريلا. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه الكلام ده؟ انا مش قادره اصدق نفسي، لا انت حصلتي سندريلا ولا انت حصلتي امير، انتوا طلعتوا توم وجيري.